الديرماسين والميكروسين آمنان في استعمالهما كالماء، درعان ضد أعطى الفيروسات. حتى فيروس كورونا لا يمكن أن يخترقهما، إنهما مستقبل مكافحة العدوى. الديرماسين والميكروسين معقمان ومطهران عاليان في فعاليتهما. أقر استخدامهما في أمريكا وأوروبا واستراليا ومعظم دول العالم. من خصائصهما طيفاهما واسعان، حيث يقضيان على الفيروسات والبكتيريا والفطريات، كما أثبت فعاليتهما مختبرياً في القضاء على الفيروسات. إذن بماذا يختلفان عن بقية المعقمات؟ يقضيان على الفيروسات والبكتيريا في ثوان معدودة، لا يتسببان بتآكل المعدات والأسطح، خاليان من الكحول، ولا حاجة عند استخدامهما إلى معدات السلامة المطلوبة، لأنهما آمنان عند الاستعمال. الديرماسين والميكروسين متوفر في مستشفى الكفيل التخصصي، العراق، كربلاء المقدسة، منطقة البهادلية. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية